بسم الله على بركة الله. الحين حطيت الرجال بالقشر، اوكي. طبعا حطيت فيه زيت، حطيت في المقلى زيت، والحين بضيف فوقه بصل الشرايح، والحين بضيف صويا صوص فوقه شوية، وشوية ثوم، شوية خل فوقه، شوية كركم، شوية كزبرة، شوية كمون، شوية بابريكا، شوية ملح. أنا استغنيت عن التمر الهندي، ما أبيه، وقلت لكم في البداية أنا بسوي مرقوق، آسف للغلط، بسوي محروق صبعة. والحين بضيف عصير ليمون. خلاص الربيان هني بعد ما في روح، هني مستوي، يعني تقدرون تأكلونه كذي بس.